والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه من اهتدى بهداه. اليوم هو غرة شهر الله المحرم، بداية العام الهجري 1444. نسأل الله عز وجل جل عام خير وبركة للإسلام والمسلمين. شهر الله المحرم كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة صوم وواحد فرض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا الصوم. والفرض رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وشهر الله المحرم يعني أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لذلك من هذه الأشهر التي يعني يسن أو يشرع فيها كثرة الصيام، خصوصا صوم يوم العاشر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، لأن شرع من قبلنا، أما يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية سنتين، لأن شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيشرع فيها الصيام، والواحد يتحرى صيام يوم عاشوراء تقربا إلى الله عز وجل، يوم صالح نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرا لله. ولما أتى النبي المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، قال: هذا يوم صالح، قال: أنا أولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسعا. فلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عليه الصلاة والسلام. فيشرع صيام التاسع مع العاشر مخالف لليهود النصارى. صلى الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونواصل قراءة أحسن القصص فضل الشيخ فايز بن صبيح الشمري حفظه الله. وصلنا إلى قصة سليمان عليه السلام. قال: وهبنا لداود سليمان، وورث سليمان داود، وقال: ففهمناها سليمان. قال: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وورث سليمان داود، ورث سليمان من والده داود النبوة والملك، لأن الأنبياء لا يورث منهم المال، إنما يكون صدقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. رواه أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقد أعطى الله تعالى سليمان عليه السلام فهما في الحكم وفصل القضاء أكثر من والده داود عليه السلام. فكان داود عليه السلام أحياناً يحكم في قضية فيخطئ فيها، ثم يحكم فيها سليمان عليه السلام فيصيب. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكماً وعلماً. ومن ذلك قصة الزرع الذي رعته الغنم ليلى. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقضى داود عليه السلام بغرامة قيمة الزرع، وقضى سليمان عليه السلام بتسليم الغنم لأصحاب الزرع فيستغلوا نتاجها حتى يصلح أصحاب الزرع زرعهم. فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. عبقرية سليمان في إظهار الحق. قال: مما جاء في فراسة سليمان عليه السلام وحكمته في القضاء بين الخصوم وإصابته في الحكم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به بالكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتا، فقال: ائتوني بالسكين. أشوف فراسة الإحسان. قال: ائتوني بالسكين أشقه بينكم، يعني أو بينهم يعني. فقالت الصغرى، يعني لأن هي الأم الحقيقية، يعني شفقة ورحمة
أردت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى. فعرف سليمان أن الكبرى ليست بأمه، وذلك حينما أرادت قطعه، وأن الصغرى هي أمه بشفقتها عليه. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فتن الله سليمان فرزقه نصف إنسان. يا سبحان الله، عندما نسأل يقول إن شاء الله. ابتلى الله تعالى نبيه سليمان فرزقه ولدا نصف إنسان، أي ساقطا إحدى الشقين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا، أي النساء، إلا واحدا ساقطا أحد شقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحمل، وكان دركا لحاجته. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي تاب إلى الله وسأله، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا صلى الله عليه وسلم. أخذنا بسم الله.